تتحدى اللثام الأسود، وأمهات الشهداء لا يقبلن بغير القصاص. بكل بساطة، الموضوع مو أكثر من خيمة تكفي لامرأة واحدة، لكنها تستوعب 800 قتيل تشريني. هذا هو سلاح أم إيهاب اللي رفعته أمام فرع مجلس القضاء بكربلاء. خيمة وصورة قتيل وملامح غضب وإصرار على تقديم القتل للعدالة. هذه هي المعركة. فما هي قصة أم إيهاب اللي صارت حديث الإعلام؟ أم إيهاب ما عندها قصة خاصة بيها، قصتها هي قصة مئات الأمهات والزوجات والبنات والشقيقات اللي طلعوا أبنائهن بتشرين وسقطوا برصاص مجهولين. شهداء ظلت بس صورهم، بينما القتلة طلقاء يسرحون ومرحون، ويوميا وجودهم يؤذي مشاعر ذوي الضحايا. بالتفاصيل، الناشط إيهاب الوزني اغتيل بدم بارد بيوم 9 مايس الماضي بكربلاء. وراها اتهم شخص ينتمي لجهة معينة بالعملية. اعتقلتها لجنة أحمد برغيف وتوجهت له التهمة رسمياً. وراها صارت هوسة وأطلق صراحة لعدم كفاية الأدلة. بس القصة بالنسبة لأم إيهاب ما انتهت، لهذا بدت تتحرك وطالبت القضاء بفتح القضية وتقديم قتلت ابنها للعدالة. بيوم 7 حزيران سوت مؤتمر صحفي أمهلت به سلطة القضاء 12 يوم للكشف عن قتلة ابنها ومحاكمتهم بشكل علني حتى يكونون عبرة لمن يستبيحون دماء العراقيين. وبحال ما تنفذت مطالبها، فعلى الله والوطن والشعب قبول عذرها كأم مفجوعة على ما ستقدم عليه. بالنتيجة، الـ 12 يوم مرت بدون ما يصير أي شيء. لهذا أم إيهاب نفذت تهديدها وقررت تعتصم بخيمتها أمام مقر مجلس القضاء بكربلاء. خيمة صغيرة لا تكفي إلا لنفر واحد، بس هذا النفر يعادل أمة كاملة. نفر اختصر كل دماء الضحايا بعباءة سوداء وملامح أم حزينة، ملامح مكسورة لكنها غاضبة ومصرة على أخذ حق ابنها اللي قتل ظلماً وعدواناً. لهذا القوات الأمنية حاولت تمنعها من نصب الخيمة، بس أم إيهاب قدرت تنصبها. وحسب الفيديوهات اللي انتشرت البارحة، 2 ضباط حكوا وياها، وبأثناء الحديث عنصر أمني ملثم حاول يسحب الخيمة وصار اشتباك بينه وبين أم إيهاب وسقطت على الأرض. اللي صار بعد هذا إن المواجهة الرمزية بدت تتسع، واتجهت أمهات آخريات وشقيقات شهداء وزوجات شهداء بالناصرية لمحكمة استئناف ذي قار. راحن شايلات صور أبنائهن اللي انقتلوا واللي تغيبوا، ومنهم مثلا سجاد العراق. هسه شنو المطلوب من انتفاضة الأمهات؟ المطلوب أن تتحرك الحكومة وتفي بوعودها اللي كان من أهمها تقديم القتلة للعدالة. مو بس قتلة إيهاب الوزني اللي أم إيهاب تعرفهم، بل قتلت جميع الضحايا. صحيح إيهاب صار رمز وتحول ملفه إلى ملف سياسي مو بس قضائي، لكنه يرمز لمئات الملفات الشبيهة، لأن ثورة تشرين خلفت وراها مئات الشهداء والمغيبين، وإيهاب واحد منهم.
هسه الخلاصة شنو؟ الخلاصة هي خيمة صغيرة، خيمة صغيرة تتسع فقط لأم إيهاب، لكنها تختصر كل شيء، تختصر تشرين ومعارك تشرين ودماء تشرين، كل شيء اختصرته الخيمة. كل الصور كانت موجودة مع صورة إيهاب، العباءة السوداء فضحت السلطة.